ما الأم برضه مهما كان قلب الأم. رغم إيه بيعمل؟ ورغم من ما يعمل والله. تحبيه؟ حد يكره بناه طيب؟ ما أنا عارف طبعا، بس أنا حابب أسمعها منك. يبدو يتكلم يعني أحد من أخوه، أقول له يا ابني أخوك شديان ما يساعد معي في المعيشة وكده، يروح يا ابني يزق من أنا بقى. وابوه سيدنا كده وحلف علينا اليمين لي طبيعي شهور ولا عشر شهور ما نزعوا بيه، حتى فرح البيت ما حضروش. ما حضرش فرح؟ والله العظيم ما حضر فرح البيت اقسم بيت الله. والناس وقف انت تحكي في الشارع لو انا كدابة. ليه دي بس عشان شايفك كده؟ انا اساس السكر خامدني اقسم بالله، السكر خامدني. مش فرح بنته وسيدته؟ والله يقسم بالله ما حضر فرح بنته، المصحف بتاع ربنا وقال يردك وما يردكش، قلت انا مش عاوزاه يردني على اللي عمله فيه، ضربني وضرب بنتي في الشارع مش عايزة. طب ليه كل ده بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ ما ابعد عنك دماغه. شغال ايه؟ شغال غافر في مدينة ناصر. وابنك الكبير اللي المفروض برضو هو يعني يكون جنبك. ابني ده كبير يكون دمي، دمي فين؟ ده ابو خطايش. طب هو مع مراته كده برضه ولا 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 ايه وضعه مع مراته؟ ما اعرفش عن الحال. ما تعرفيش عن الحال؟ ده مخلف؟ مخلف معاه بنت صغيرة. ما بيجيبش عياله ويجي لك؟ ما بيجيش يعتذر ليكي؟ ما بيجيش يقول لك انا اسف يا امي؟ ساعات ساعات يقولوا وساعات لا. يقول انا عاوز احرق دمك، عاوز اعلي عليك السكر خليك تتحرق دمك. قول له انا عندي ما يبات على عيني، عيني بص مش عامله مني. عاوز احرق دمك؟ عاوز احرق دمك؟ احرق دمي كمان. قلت له ماما تشرب. عاوز السكر يزيد عليكي؟ اه. هو عارفني لما ازعل السكر بيخنقني. السكر بعد عنك بيخنق. انا معاك. ايوه. بتكلم معاك بس السكر خانقني. يعني عاوز يوصلك لدرجه ان انت السكر يزيد عليكي. ومن الاخر كده يحصل لك حاجه يعني. ايوه يحصل له. ما مش معاه مرته ما تدوش، ملوش دعوه بيا. لو اني تعبت وشديت على ما عملت الدنيا كلها عليهم، وبعت واشتريت وعملت الدنيا كلها عليهم. ايه ده المقابل؟ انا اخرت الاخره كده، اخرتي كده. ما تزعليش ولا يهمك. ازعل ليه؟ معايا ربنا. انا كنت اقول يا رب ربنا يقف معايا وسطرها، وربنا حمد ولادي الحلال اللي سلفوني فلوس، واقول لهم خدوا بطاقتي واكتبوا عليها شيكات. قالوا لي لا انت مضمونه ما نكتبش عليك شيكات خالص. يدوك الفلوس بدون ضمانات؟ والله اقسم بايات الله ومصحف والله بيت ان كنت اكذب عليك ربنا اللي طلع، انا مش هكذب على الله وازك عليك. لا والله العظيم من دول حادي. خد يوم معنانا لك وستر بيتك. ليه عارفين ان انا مش ضيعه؟ قلت لهم اكتبوا علي ورق، اكتبوا علي شيكات. قالوا لي لا يا امي ما اكتبوش عليك يا حادي، متى ما ربنا يسهل لك هات الفلوس. وديني اهو فلوس اهو. احنا كده هو مع اشراق الشمس يوم جديد. على فكره يا جماعه احنا بعد صلاه الفجر بحوالي ساعه الا ربع. مظبوط النهارده خليك ربنا يطلع بالخير علينا وعلى خيرتنا المسلمين ويهدي البلاد والعباد ويصلنا على قوم الكافرين يا رب. امين يا رب العالمين يا رب. لا ظرف في مبلغ من المال كده بسيط يعني يقدم من البرنامج. ربنا يخليك يا رب يطول في عمرك يا رب. تمام. ربنا ينسى مصر بس كده، اولاد مصر وشباب مصر، ويطول في عمر السيسي ربنا. امين يا رب العالمين. والله العظيم لو ان عملنا كل حاجه خير دايما لنا التومير. الخير كله في مصر. الخير كله في مصر، وعمرها مصر متى ما تحارب ومتى ما تعمل برضه هي مصر. مظبوط. وبعد كده عاوز اقول لك على حاجه. ربنا بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. صدق الله العظيم. مصر فيها الخير وفيها النماء وفيها الحب وفيها الوئام وفيها الود. معقول؟ معقول يا رب يخلي السيس ويطول في عمره ونحن ليا عندهم شنطه مليانه وكرتوني ب 5 جنيه و3 جنيه ورغيف العيش دي عنده بال 20 جنيه، طب الحر ب 2 جنيه. قلت له الحمد لله معانا بطاقه. الحمد لله رب. والله العظيم الحمد لله. الرئيس يعني زي ما انت شايفه هو يعني بيعمل كل اللي يقدر عليه وبيحارب الفساد وبيعمل. واخد واخد مصر خربانه، ده كتر خيره اللي عمر فيه. الله يفتح عليك. وربنا كتر خيره مش قدامك انا، واقول له حتى قدامه هو ده انا معقول يوريهولي. ربنا يطول في عمره. انا مش عاوز اطول عليك. ربنا يا رب يديله الصحه ويقويه
وان شاء الله باذن الله الاربع سنين الجايين دول نشوف فيهم الرخاء والازدهار والنماء وكل شيء حلو باذن الله. بركه مصر والله. مصر عمرها ما تنضم هي ولا شبابها. مظبوط. والله ما تنضم ابدا مصر، عشان ام الدنيا مصر مذكوره في القران عند ربنا كمان طلاب في الارض. طبعا. وربنا يحميكم يا ولد. يحميكم يا رب. ربنا يخليك يا ماما. يا رب الحمد لله. رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات. صدق الله العظيم. انا بشكرك جدا يا ام زينب وسعدت جدا بيكي. يا رب ان شاء الله يهدي لك ابنك. وانا يعني بقول له من هنا يا استاذ حسين، مظبوط اسمه حسين، خد بالك من امك الحاجه، وجودها في الدنيا ثروه، كنز عظيم جدا جدا، رضاها هو اللي هيدخلك الجنه. مش رضا، مش رضا الزوجه، مع احترامي الكامل لكل الزوجات طبعا، لكن رضا الام، رضا الام مفتاح دخولك للجنه. اوعى تنسى ده، امك على قيد الحياه. تعالى بوس ايدها وبوس دماغها. انت عارف الواد الصغير والصحر، ما احنا هو نقعد انا والصحر، يقول لي يما راضي عليا، يقول لي كل اللي انت عامله ده متصل. قول عبد الله، اسمه عبد الله. ما راضيش يطلع. طب خلاص. معقول له يقول لي النبي يما انت راضي عليا؟ يقول لي والله. يبص على رجلي، يبص على يدي، يبص على دماغي. عنده 17 سنه. اه ما كملهمش لسه، ما طلعتلش البطاقه. ما شاء الله عليه. يا رب يحميه ربنا، يكفيه شر المرض، يكفيه شر حكم ظالم، يا رب يسترها من عندنا واخره. مع عبد الله. العبد الله. مش نفسك في كده يا حسين من الحاجه؟ ابتدي يا عبد الله ازاي؟ ما بتقلبش على راسي. ادلب عدد راسه، صلي صيمه، ادعي لعبد الله. طيب على كل حال انا بشكرك شكرا جزيلا، ربنا يخلي لك عبد الله، وربنا يخلي لك، لان انا عارف انك من جواك بتحبي حسين، وربنا يخلي لك زينب، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه تبقي سعيده وتضحكي. يا ريت يا رب يا كريم يا رب. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. قول يا رب. ربنا يخليك يا سيدي. احنا معاك. ربنا يخليك، ربنا سبحانه وتعالى مع الكل. انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله باذن الله هنهي مع حضراتكم في هذا المكان. دي كانت حاله ام حسين. يعني الست دي يا جماعه بجد يعني ما تستاهلش ان ابنها يعمل معاها كده. وبقول لك للمره الثانيه والثالثه والرابعه، انتهز فرصه وجود امك. امك الحاجه ست الكبيره ديت صدقني هتندم ندم عمرك. وظل واحد ده البيت في يوم ومسكت يعني ضربتها، ودع لا السكر غيبته، السكر جات لي، هتقول لك مسامحاك ازاي؟ بالظبط. واحد ديال ديني برضه. واحنا بنقول لك هنا خد بالك منها، خد بالك منها، وهي يعني ربنا يديها العمر، خد بالك منها كويس، هي ديت اللي هتدخلك الجنه مش حد تاني. اشوفكم بكره في مهمه خير جديده، الى اللقاء.